بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وعنا ونكسن داود يلي دل هانتي بميل والبو مقل كي يموق يقو بيدي كسو قاد يقور شكتنا وحيكو تاقنتا يميتي اداوات شرتين وركا تلفشيكا عالميقا يبدا عز 24 داود يال وركو حسيتو سيدي كاقاي ماانا يا حروتا وراركي وتلفشيكو كولي ياهي مقالة داري قيسا هادي الله الرحمن كي وراليكا هادنا وركا وحيدي سو تشيدين يانيقو علمي محمد عمر علم ورانشا داود يال قوضا بدا وركا يقو قد دور كالرول يا داود دون تانا وحا كميدا حزبيقا معارض كاي وداني ايا حكومة دا سومالي لان كويدا يي فرناشاها حدودها الدالكا يولي باقات كاي توبيا كاي ما داو مالين كستا الدالكا نور جرسو قلا وزارة دا عافيمات كا سومالي ايا شاكتين وهالقف كبوكسدي عابوقا كورونا فيروس قفكا سي او كميدا ها صدح قف وهره لوغا هلي فيروس كا كوفيد 19 maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa uu sheegay inuu karantiilay 10 qof oo ka yimid dhanka Soomaaliland. Taliyaha cusub ee qaybta booliska ee gobolka Sool ayaa xilki kale wareegay taliyihii hore. Gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye dalka Mareykanka ayaa xilki iyo xubinimada xisbigaasi iska casilay. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay wax fasaxa ka haysanin diyaaradda Ethiopian Airlines duulimaadyada ay ku tagto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland xilli ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xadiday duulimaadyada caalamiga ah dowladda Ethiopian waxay soo saartay dawo dhaqameed lagu la tacaalayo caabuqa cudurka coronavirus داود يا صاحبي الكواسي وحيا هيا غار كمي دا قضا بدا وراركا يغا وغن دور كان رو ليمي كي آتان قضا بدا يغا قضا بكرو كو سابسان سومالي دا عالم كو فافاسان كو سو دوادا